منا تكونوا خير وصحه جيده هذا النهار يا ربي. عيطات لينا واحد المتتبعه وقالت لينا بغات تجي مسكينه تشوفنا الله يجيها الخير والرباح وبغات تجيب لينا الكوتي. ايوا قلنا لهم يدير لينا بعدا حنا كويز ديال العتاد الله انا كنخملو نهار كامل والله الا المراه اللي كتعاوني مسكينه راه هي باقا كتكمل وانايا مع غاد جي السيده مشيت دوشت دغيا وجيت قلت ليها غادي نجلسوا مع السيده اللي غاتجي دارت معايا مع السته قريبه وحنا جلسنا هنايا امي كتعمر لينا في البراد ديال العتاي باش غادي نوجدوا ما عرفناش غاتجيب نديروا حتى حنا شي تفيتيفات وداكشي يلا خليكم معنا وفرجتكم ممتعه وجاكم غيمشي يعمر عتاي ويجي داك السقاطات وداكشي ديالو نوجدوا على بال ما يجيو ونشاركوا معكم كلشي وتشوفوا المتتبعات هي شكون هي يلا خليكم معنا ديما بريباراري التاي لي كوزي اوكي يا دو هنا جاكم موجود كاع السقاطه هنايا اللي بغى يحط فوق الطبله ها هو حطها هنايا كوم انتاما ها انتما غيبدا يهز غتميرات ولينوازيت وهاد الحلوه مكركاع مندور لي ها هما غيهز دابا وغيحط فوق الطابله كونفيتي ما عمرتي لنا تاياك ها عمرتي لنا تاي ايوا صافي باتري تميرات جاكم بري ندير التاي ماتي لوليو Sì. E già mi invito questo piccolino. Oh, fai quello grande, piccolo, quello che vuoi. Ecco a voi l'olio di quest'anno. Zit, yalla jana addaba. الله جابوا لنا ولد خالي prettamente olio del Marocco buonissimo riesci se no prendi la piccola Giacomo carica dalla piccola uguale vediamo qua si guarda che bello ah شنينا كنشوفوا شحال خاطره che bellezza انا وجدت غير شويه ديال الزريعه ديال القرعه والزريعه ديال نوار الشمس دار معاهم معي القاس براد ديال تاي ها هو صافي غنديو كلشي هادشي الصالح ecco anche te è pronto Albert سمينا شي باش مي شي اوكي الله يجيك الخير خلفشي اوكي دخل غير بحال انت راسك لا والله ما كاين محيله والو والله نتوما اللي سمحوا لنا وي داك الشيء كي درتو مع التخمال والله الا البنت هي تشوفي يلاه غاده ما مريت راها يلا طحنات البارح نوضه دياري يلا البارح طحنا الله يجيك الخير والله العظيم والله الا بحنتي راسك غير ذوقي حقك ربي ماشي انا راه تلميذتكي ولكن غير قبلي ويلا كابيلو غير قبلي عليا وصافي ويلي كثر منك صاحبتي حنا راه ملي مصيف في الدار راه خير ما كا سولو ال خير شكرا عيشة بركي عيشة تاكلي معنا قول لها تبرك هذا زويتينا ديال المعصره شكرا زوينين شكرا صحتك اختي مينا كي دايره ربي يخليك لا 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 شوفي لينا ما عندهمش لينا هما شكون لينا كاينه غير مينا ما كايناش لينا شكون لينا سمعت من امك وقيلا تقول مينا تيسحب لها واش عندكم شي لينا صغيره كليبه لا بنيه ولا كليبه شنو لا لا كيسحب لها مينا صغيره اه لا ما كاينه ماما انا اللي سميتي مينا كاينه غير هادي هادي هي مينا انت لا ريكورد حتى عندنا غير حنا ما كاين حتى شي واحد انت ريكورد كاين شي بامبينو كوا وكونو كونو واحد كاع صاحبي ما عندنا والو الدراري ما يدخلي كاينه غير مينا الكبيره ياك مرحبا بك اختي مريم صاحبك الجنة على البنات اللي ما كيعرفوش مريم يلا يجيك الخير مريم اميره شانيل السلام عليكم اميره شانيل مريم شانيل مريم شانيل مريم شانيل
هي مسكينه جات محنه راسها وجايبه كاع كلشي ضروري اختي مينا ضروري يجي نقولوا لها على السلامه يجيك الخير اختي والله الله يسلمك والله يكبر بك تنقول لها بني من النورات وتنقولوا ما عرفت علاش الله يحفظك اختي شكرا ونورك الله يخطيك شكرا بزاف مينا بالصحه والراحه ماشي جاك مو بيشي تو بيرسا والله لو جيست كي كونت والله عادم اختي لو جيست كي كونت والله القسم كثر منك شكرا بزاف تخوا حنايا والله يلا يلا خرجت البنت يلا سالينا والله القسم يلا جلسنا في الكلاس حريشات وارد كيشهيو حرشه غريبه جزاك الخير بنتي ما حنتي راسك وقبلوا عليا الحاجه والله لا لا والله جزاك الخير عزيزه والله جزاك الخير والربح بنتي الله يخلي لك بنياتك هذا جاك موتشي لي اوليفي كوادي طول لك العمر واسا جاري زيتو والزعتر ها التيمو لي اوليفي تيمو لي ما اش بغيتي نحط لك فارينا كوالي لا اللي حطيتيه حسي قولي لي اش بغيتي كلشي زوين بارك الله عليها الله يحفظها هكا ليك الحاجه قولوا عليا لا ويلي ما تقوليش هكا خير والبركه حتى داك كويس انا توتو فاتولاي اش بغيتي ماما قولي لي انت اش بغيتي بغيتي غريس قولي لنا اش بغيتي هادي ولا هادي شكون فيهم هادي هادي هاي هكا يلاه هاك لا سينيورين مريم اختي اش بغيتي انا اللي كان قولي اللي بغيتي حطي لا انا ناخذ حريشه انا داك هكا ماما انت قولي لي شنو بغيتي حريشه ها هي شكرا صحه وراحه ماما تا هي حريشه وانا غندوق هاد البسبوسه هادي ولا طورطه هي كيكه عاديه داكور جاكمو دمي اسبوع بانونا فيتينا ديك ولا طورطه لي دوسمو تي زوينه انت يا كوكو كيكه تاع الماء ديال الماء ديال الماء كيف ما شفتوا معنا الاخت مريم جات عندنا الله يخلف عليها ها نتوما جابت كلشي الصراحه والله الا ما نكذبش عليكم كلشي بنين دقنا كاع داكشي زوين جاكم اكل المسمن عجبو بزاف ديال الزيتون والزعتر هاد الطورطه واعره والله الا كليت فيها انايا كاع هذيك لفيتين هذيك طريف اللي درت وكليت نصيص من هاد الحريشه هذه حتى هي زوينه معلكه زوينه من داخل ديالها ورطيبه و مسكينه محنات راسها والله القسم الا محنات راسها وفي الحقيقه هي حنا كنا كنخملوا عيانين جا داك الكوتي في الوقت ديالو لان فعلا الوقت ديال الكوتي والواحد كيكون يخمل تغدينا مزيان الواليده ما خملاتش معنا قلت لها سيري بعدي علينا ديري لنا انت غا طويجين هذاك هو شقاك دارت لينا الطويجين هو باش تغطينا ولكن الاخت مريم جات في الوقت المناسب النيت ديال الكوتي الله يخلف عليها كيف ما قلت لكم وجابت داكشي زوين كلينا منه ونتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو شجعتكم للقناه ونتمنى انكم تزوروا الاخت مريم غنخلي لكم لاشين ديالها في صندوق الوصف وفي اول تعليق ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله الوصفات غتلقاوهم عندها في الفيديوهات ديالها